عزيزي المزارع، أصدرت الزراعة نشرة بأهم التوصيات الفنية لشهر أبريل، وإليكم توصيات قطاع الإرشاد الزراعي بأهم المعاملات الزراعية لمزارع الرمان. أهم العمليات: المحافظة على انتظام الري خلال الموسم وعدم المغالاة في الري أو التعطيش، والري في الصباح الباكر أو آخر اليوم مع مراعاة الظروف الجوية، ويتوجب التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة وفحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة، والاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط في الحدائق التي تروى بالتنقيط. وبالنسبة للتسميد، في حالة الري بالتنقيط، الرية الأولى كيلوغرامين من سلفات النشادر، والرية الثانية 3 كيلوغرامات من سلفات البوتاسيوم بالإضافة إلى لترين من حامض الفوسفوريك، في الرية الثالثة كيلوغرامين من نترات الكالسيوم، في الرية الرابعة لترين من حامض الهيوميك. وعند التسميد الورقي يتم الرش ب 200 جرام من الحديد المخلبي بالإضافة إلى 200 جرام من الزنك المخلبي ومعها 200 جرام من المنجنيز المخلبي بالإضافة إلى 100 جرام مغنيسيوم و50 جرام من البوركز و300 جرام من أستيمافول، وهذا لكل 600 لتر ماء، وتكرر بعد شهر. وبالنسبة للري، يتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الأسبوع بمعدل ساعة في الري 3 ساعات ري، على أن يكون الري بالنظام الآتي: 20 دقيقة ري بدون تسميد، و20 دقيقة ري بتسميد، و10 دقائق غسيل للشبكة من التسميد مباشرةً.